رئيس لجنة التحقيق الدولية في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية وسط سيناء الطيار أيمن المقدم، قال إن اللجنة لم تتلقى ما يفيد وجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي كسبب لسقوط الطائرة، وإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق. وذكر المقدم أن اللجنة أعطت كامل الفرصة لجميع المعنيين في معاينة الحطام بموقعه. ويضم فريق التحقيق الدولي 47 عضوا بينهم 29 محققا من مصر. ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التعقيب على بيان اللجنة. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ أيمن حمزة، مندوب المصري اليوم بمطار القاهرة. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. هل فرضية العمل الإرهابي أصبحت أمرا مستبعدا في حادث سقوط الطائرة الروسية؟ فندم طبقا للتقرير الأولي هو مستبعد تماما. انا عايز اقول لحضرتك ان تم تفكيك 40 جهاز كمبيوتر للطائره، في 38 جهاز كمبيوتر خاص بالطائره تم تفكيكهم، بالاضافه لجهازين خاصين بمحركي الطائره من الحطام بتاع الموقع اللي وقع فيه الحادث. تم نقلهم للقاهره، تم اخضاعهم للفحص الدقيق بمعرفه فرق العمل المتخصصه. الطب الشرعي كان بيعاين، لجنه من كليه الهندسه جامعه القاهره قامت بتصوير حطام الطائرة بكاميرات حديثة ثلاثية الأبعاد للاستعانة بها والاحتفاظ بشكل الحطام وهيئته والمواقع النسبية له في موقع سقوطه. يعني في عمل جاد استغرق حوالي 30 ساعة عمل. عايز أقول إن التقرير تضمن 19 بند متعارف عليهم في مثل هذه الحوادث من حوادث الطائرات، بيتضمن طبعا معلومات أولية متاحة أمام اللجنة ولكنها معلومات مدققة تماما. البحث عن أجزاء حطام الطائرة امتد لأكثر من 26 كيلو. الجديد كمان أن الحكومة المصرية النهاردة أعلنت عزمها الاستعانة بشركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، وده جديد لكنه بيقول أن احنا أهو الحمد لله عندنا أداء مشرف، ما عندناش أي مشاكل. أي دولة حابة تشوف بعينها وتطمئن على صحة وسلامة مواطنيها من الركاب أهلا وسهلا اتفضلوا، إحنا ما عندناش، ليس لدينا ما نخفي. بشكرك أستاذ أيمن. طبعا احنا بنرحب بالاستاذ احمد كامل بحيري الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك شماء. انا عايزه اعرف من حضرتك في رايك، هل بيزيد هذا الإعلان حدة الاحتقان في موضوع الطائرة الروسية؟ يعني هذا الإعلان أعتقد أنه مبني على مجموعة من البيانات، وحتى هذه اللحظة هو ليس تقرير نهائي، تقرير نهائي سيتم الإعلان عنه سواء كان متفق مع ما تم إعلانه من نتائج أولية من على الخبر اللي حضرتك أعلنتي أو خرج بنتائج أخرى، لكن الأهم من وجهة نظر هو ما تفضل به الزميل من وجود إجراءات أمنية جديدة. بغض النظر عن هل العمل إرهابي أو غير إرهابي، أعتقد على مصر أن هي تعيد منظومة الأوضاع الأمنية في ظل المهددات والأوضاع الأمنية الموجودة في المنطقة. فكرة الاستعانة بشركات دولية لتقييم الأداء الأمني أعتقد دي لفتة ومبادرة يمكن أن تقدم المزيد للمجتمع الدولي بأن مصر تسعى إلى طمأنة الجميع واتخاذ إجراءات أكثر قوة وصرامة في حماية مواطنيها وحماية الرعايا الآخرين من الدول الغربية. وفي النهاية ما فيش مصلحة أن إحنا نخبي أو نعمل تغطية أو تعتيم على أن الطيارة حادث إرهابي أو غير إرهابي. نقطة الشفافية مهمة جدا لأنها في الصالح العام المصري والروسي على حد سواء. مظبوط. وفي شأن آخر